السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي جيميناي أصبح موجود جوه جوجل درايف، يعني لو أنا عندي هنا باوربوينت أو وورد أو اكسل أو حاجة أسك جيميناي، تمام؟ تقدر تسأله أي سؤال، وتقدر تقول له اعمل لي أي صورة، وتقدر تقول له جهز معايا البرزنتيشن زي ما أنت عايز. أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من الدوكيومنتس اللي موجودة أو الملف الموجود، مش محتاج ان انا اسطب تولز او اكستنشنز، لا هي على طول موجوده، تقدر ان انت تساله اي سؤال انت عايزه. بدا يجيب لك الصوره، تقدر تعمل لها اديت، تقدر تقول له شو مور، زل اكتر، تقول له حط لي الصوره دي في قلب البرزنتيشن بتاعي بالشكل دوت. يعني ممكن تقول له ميك برزنتيشن اباوت اي اي، فاعملها لي بالشكل دوت. اقدر اقول له ريتراي، اعمل واحده تانية، دي يعني ريكرييت سلايد. تقدر تقيم هو ده اللي انا عايزه او انسيرت، فخلاص بيساعدني في ان انا اعمل البرزنتيشن اللي انا عايزه. خليني اقول له ميك برزنتيشن اباوت، ماشي، ديب ليرنينج، تمام. يقدر يساعدك في ان انت تجهز البرزنتيشن بتاعك، اصبح جزء لا يتجزأ. وده اللي احنا قلناه، ان كل البرامج بعد كده بلا استثناء هيبقى الذكاء الاصطناعي جزء منها، يعني قائمه موجوده جواها، لو مش موجوده يبقى كده في مشكله في التسطيب. عملها لي بالشكل دوت، فلو صح هقول له انسيرت، لو غلط هقول له اعمل لي واحده تانية، فاصبح البرزنتيشن بتاعي جاهز. عندي اي سؤال ممكن اساله له، تمام، ممكن اقول له اشرح لي بالعربي، ممكن اقول له ما هو فيبدا يشرح لي، ولو شرح بالانجليزي يقول له لو سمحت اشرحه له بالعربي، فدي حاجه ظريفه يعني، تمام. انا بتعلم كتير جدا من ان انا اقعد ادردش معاه. طيب بالعربي اقول له بس بالعربي. على فكره لما تقول له بعد اذنك ولو سمحت بيكتب لي حاجات حلوه، بيقول لي حتى الان لانها لسه نازله فبالانجليزي، الخاصيه دي لسه نازله من بلاش ساعات، لكن خلال الايام هتبدا تكون موجوده بالعربي وكل حاجه.